موت الأب كسرة صدمة ابنة الفنان الراحل محمد فريد لحظة مرافقتها جثمان والدها. السرطان أم الهيموجلوبين؟ ما السبب وراء وفاة الفنان محمد فريد؟ انتشرت أخبار وصور عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية تكشف عن إصابة الفنان محمد فريد بمرض السرطان، مما أدى لخروجه والرد على تلك الشائعات مشيرا إلى أنه لم يصب بمرض السرطان، إذ أوضح أن الصورة المنتشرة وقتها والتي يظهر من خلالها بدون شعر إنها شخصية يجسدها في فيلم حار جير سايفون، والذي كان يلعب من خلاله شخصية رجل مسن ويعاني من مرض السرطان، وذلك بسبب حلقه لشعره وظهوره بتلك الحالة. كست ملامح الحزن والصدمة وجه ناهد ابنة الفنان الراحل محمد فريد، وذلك خلال تشييع جثمان والدها. رحل الفنان محمد فريد بعدما شارك في العديد من الأعمال الفنية التي تألق فيها في مجالات المسرح والسينما والدراما، وفي كل مرة يجيد الفنان محمد فريد الشخصية التي جعلته أقرب للواقع، حتى أصبح المشاهد يشعر في معظم الأعمال التي شارك فيها إنه قابل شخصا يشبهه من قبل، ووصل عدد أعماله إلى 246 عملا فنيا. اسمه بالكامل محمد فريد محمود زيدان، وهو من أبناء محافظة بني سويف، ولد في 20 إبريل عام 1940. تجلت موهبته وهو في الثانوية العامة وتعلم العزف على الناي والعود ثم الطبلة والكمان، ولكنه قرر التركيز على الناي حتى جاء الفنان عبدالله فرغلي ليدرس له اللغة الفرنسية في المدرسة، ولكن الفنان عبدالله فرغلي شعر أن محمد فريد هو مشروع ممثل مميز، لذلك حجز قاعدة سينمائية وبنى فيها مسرحا صغيرا، وكون فرقة من طلاب مدرسة بني سويف الثانوية، وقدم الفريق معا مسرحية 30 يوم في السجن، وكانت مشهورة للغاية حينها قبل أن تتحول إلى فيلم. ثم نصح عبدالله فرغلي الفنان محمد فريد بالذهاب إلى القاهرة كي يضيف إلى خبرته ويضيف لنفسه التعلم والشهرة، وبالفعل نفذ فريد رغبة أستاذه والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1962، ثم انضم لفرقة المطرب عبد العزيز محمود كأحد عازفي آلة الناي، ثم انضم إلى مسرح العرائس، وبعد اختبارات عديدة نجح في الانضمام لفرقة مسرح العرائس المسرح الطليعة من عازف ناي إلى ممثل موهوب. المرض شائعة تحولت إلى حقيقة. اختتم محمد فريد أدواره البعيدة عن البطولة المطلقة من خلال مسلسل بركة بجانب الفنان عمرو سعد الذي عرض عام 2019، وحقق العمل نجاحا كبيرا حيث قدم فيه دور رجل صعيدي يدعى الحاج صالح. ثم ابتعد محمد فريد عن الساحة الفنية وتحول المرض الذي أشيع عنه إلى حقيقة أدت إلى وفاته عن عمر يناهز 83 عاماً.